الا هذا ما شاء الله، صدق اني ما ادري كم طوله، نسيت يوم اشتريه، لكن والله فيه مرونه ولا ياخذ متان. شوف يعني ناظر ايش بعد الكفر اللي قدام، وشوف ايش بعد الفشفش، يبي يوصل وانا متاكد 100%. خلي فوق التند مره، شوفوا ما شاء الله، ايوه الحين تورطنا. لا يوصل يوصل، عارفه شفتوا ما شاء الله. سيبوني نفك هذا الحين. عز الله ان اليوم يقولون يد واحده ما تصفق، هم صادقين مره. لو ماني بصوت ساز قضيت، ترى مشغل الموتر سعد عشان اوثق خطوه خطوه لعيونكم. طبعا الحمد لله انتهيت الان، عبيت الكفرات الثلاثه كلها. الان المرحله الثانيه اللي هو الاشتراك. ضروري يا شباب تخلون معكم في السياره اشتراك وماطور، ترى هذه ما لها ثمن ابد. هذا الجيب الآن عندي بطاريتين ما شاء الله، شكلي بشحن بالبطارية الأساسية لأنها الدينمو على طول يعبي فيها ثم يروح يعبي في هذيك. الان مخلي الاشتراك يعبي، ابى اعبي الاديتر فيه ما تشحن البطاريه وكذا، ما ودي اشغل وانا ما ادري عنه. خابر فيه جيك الشنطه، بسم الله ابشركم وفتحت يا الربع. هاشون فيها جيك، لو صدق ترى جيك بعض الايام قسم بالله انه مو بيفك ازمه اللي بعده، يعني هالايام بعض الايام تشوفه تقول ايه ذبه. بس شوف والله اني مخليه الحين كمله في الشنطه، بحتاجه فعلا. هذا انا احتجته لقيته. طبعا دايم نغسل الماكينه على الدرب يد واحده صح. مليان بس الاحتياط زين، لا تمشي على شيء ما تدري وش وضعه وش اموره، حلو لو يحمى عليك ويخرب الراس. تحسفت مره قلت يا ليتي ويا ليتي، على ان الديله عني 4 كيلو بس فيها 4 كيلو والله من الشيء يجي ما تدري عنه. الان نبي نشغل الموتر وبسم الله. والان التشغيل في الجزء الاول كلنا يعلق ويا عبد الرحمن انت شرقت له ما ادري وش هو اصلا، كان موقف 11 سنه وخاربه اللي هي الطرمبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يبي الحين دعسه كذا واحده ثبت عليها ما نشوف. بسم الله نخليه شوي تحضر، الحين الطرمبه جالسه تحضر تسحب من التانكي. بسم الله ثبت دعسه واحده كذا. ثلاث شهور والله ما بوينه. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. اسمع الطرب، ما شاء الله ما شاء الله. الحين صار الكابرس يعبي الجيب، الجيب طفيته ترى يا رابع. ما شاء الله ما شاء الله. الحين نعبي مويه الاديتر نزودها، لكن ما شاء الله تبارك الله. انا عليك بارد هي الكابرس، زين الموتر صار نظيف وبس يعني ما شاء الله تبارك الله. عاد قاعد يرفع الموتر. يعني عن قولة لا تخاف يا عبد الرحمن. شوف سبير البلد ما شاء الله تبارك الله، هذا كله بضبطه بإذن الله.
شفت ان الزيت حق الجير مهرب كله بالفاضي الحين. يبي له التعبي لان اللي لقيت تحته بوريكم ايش لقيت تحته. عادي قد صارت معي لان الصوفة عندي خربانه. شوف النق عادي تحت هذه ما معافنا. هذا الزيت كله مهرب والصوفة موجودة عندي بالمستودع شاريها جديدة شلون ركبت. فلذلك خله شغال اروح اجيب من البنشر واجي كلش ولا الجير. ما شاء الله تبارك الله. هذا الزيت عندك محقان؟ عطنا محقان. العصر مبارك الله فيه طويل لنا العصر. طبعا عايرته يا شباب فهو ما يحتاج مني عاير لانه هذا زيت يسد لكم. شفتوه في المقطع اللي قبل يعني يسد لكم يعد من الزينات. وزود على ذلك في شيء ارخص منه بس ما اخذته. ليش؟ الجير ما يلعب فيه ولا يهرب. يعني ممكن بعضكم يقول ما دام يهرب حط شيء يمشي الحال. ماشي الجير الصدق الربع عندنا حساس الجير حساس. ولا ودك تلعبه يعني ادفع لزود 20 30 ريال ولا اقعد اخاطر بجير ب 1500 2000 ولا تدري تطيح لك واحده زين شيل. جعله بالهنا والعافيه يا قلبي. طبعا عبيت الان علبتين انا جايب ثلاث. ابى اشغل الان وادق الريوس واشو اخلي الزيت يدور فيه ثم انا عاير بالمعيار اشوف شو وضعه. هذا هو المعيار نحطه بس انا هقن يبي يزود بس انا قلت يعني صح ان الصوب بعد متفقع يعني ما عليه خوف بس ما ودك تزود مره هي الاشياء. بطيح عليكم كاميرا اذا جيت تشغل. يوه يبي الاشتراك. والله اني بركب البطاريه في متاني اذا زين لي. شرك لا تشرك. الان بعد الاشتراك الان عبيت علبتين زيت. نبي نشوف. ما شاء الله القم الريوس ما شاء الله. طبعا نزله الين اخر شيء علشان يمشي الزيت بين التروس كلها ثم نرجع ثم نرجع تحت ثم نرقي فوق ثم نرقي فوق ثم نروح للريوس. الريوس هو كل شيء في التماتيك هو اللي يغذي الجير على قولتهم. ثم نرجعه بي ثم نبتل على هالمرحلة 5 دقائق 6 دقائق علشان التروس تتشبع من الزيت. طبعا غير السي في تي تخيل ايش زين هذي بلا سي في تي بلا هم. بس الله من الخراب في هذه قبله. السي في تي هاي ما بعد يعني على ما قال ابطا لكن ذي اذكر الجمع كابس 89 اوظف في الشهر 5 مرات. تراي ستار جيركو مدري ايش بعد مرة تسمعي كلها.